Hello, everyone. Today we have writing. Today we have composition practice on your workbook on page 89. Okay, MS? So today, inshallah, we are going to do our writing. رح نتعرف كيف شو المطلوب منا من الرايتنج. Okay, خطوة خطوة. خليكم ركزين معي. أشوف الحماس بعيونكم. يلا نبلش سوا ونقرأ. Let's read together. Exercise number one. Yesterday, امبارح, Sue and Ben, هذول الأخوة, Sue and Ben, were at the animal park. كانوا بمتنزه وحديقة الحيوان. Okay, look at the pictures. نطلع على هاي الصور. Alright, Sue's email to Amy. مطلوب منا نكتب هلا إيميل كتبته Sue لأمي. طيب أذكركم أنا. طبعاً إحنا دول الأخوة سو and Ben. في أخوة تانيين نعرفهم وكتير قرأنا عنهم ومروا معنا اللي هم سام and Amy. نتذكر هلأ درس الريدينج بهاي الوحدة لما سام كتب لصديقه wrote an email to his friend Ben. صح؟ كيف قضى عطلته the aquarium, right? هلأ today إن شاء الله مطلوب مننا نكتب إيميل. حبت سو تبعث إيميل لصديقتها أمي to her friend Amy, أخت سام. صح يا ماس؟ طيب نشوف شوي شوي خطوة خطوة والأمور إن شاء الله يا رب تكون سهلة وواضحة وحلوة علينا. طيب هلأ على السريع رح نحكي شو مالها هاي الصور. طبعا زي ما أنتم شايفين this is Sue and this is Ben. طبعا look these are two monkeys. صح هيهم they are climbing the trees, بتسلقوا على الشجر وبيعملوا هيك حركات يعني بهلوانية بضحكوا. وهيهم Ben and Sue they are laughing, قاعدين بيضحكوا. They are happy, they are laughing. صح لما حدا يعمل هيك إشي حركات يضحكنا شو بكون؟ بكون funny. صح funny إذا نتعلمها الصفة هاي funny مضحك. تمام يا مس؟ يلا نشوف الصورة الثانية حلوين. Look at Sue. She is standing next to the crocodile. صح؟ قريبة منه. طلعوا لكن this crocodile is sleeping or is asleep. Asleep إذا رح نتعلم صفة إنه نايم. Asleep or sleepy. تنتين صفات إنه بدك تحكي عن حدا نايم. Sleepy نايم. Okay. Or asleep كمان نفس الشيء صحيحة. Sleeping يعني نايم. Okay, هيو closing its eyes. شطورين. طبعا زي ما حكيت لكم هو طلعوا كيف على طرف البركة الماء اللي تعرفنا على كلمتها على السريع كانت بتمرين المرة الماضية pond. البركة هينا شفناها pond. صح pond المكان هون حكونا عنه قريب بجانب pond. ممكن نوصفه الكروكودايل. تقدروا توصفوا يا ماس؟ yes we can. مثلا its legs are short, قصيرين. صح ممكن تحكي لي its body is huge, كبير ضخم. ممكن تحكي لي its teeth are big, كتير كبار. صح are very big. طب نطلع على سو. كلياتنا نطلع على سو اشوف. look at Sue. شو مالها؟ is she happy؟ مبسوطة انها شافته؟ no she is not happy. she is not happy. she is اشوف الكلمة هيك خايفة بترجف. Scared. Excellent. She is scared. وين مرت معنا scared يا مس؟ درس الريدينج شطورين. لما كان سام was scared. نفس الشيء لما كان راح على الأكواريوم. Remember؟ طيب يلا ذكروني. سام was scared of what؟ من إيش كان خايف؟ Excellent. The sharks. صح؟ سام was scared of the sharks. هلا سو هون شايفينها زي ما إحنا شايفينها. is scared of the crocodile. خايفة منه صح؟ بصراحة I don't like the crocodiles. أنا ما بحبهم الكروكودايل. صح؟ do you like the crocodiles؟ ما بعرف عنكم. يلا حكولي. هلأ معناها خلنا نروح للصورة الأخيرة the third picture. look at these beautiful animals. هاي الحيوانات الجميلة اللي اسمها giraffes. this is a giraffe and these are giraffes. And they are eating the leaves of the trees.
قاعدين بياكلوا اوراق الشجر. وسبحان الله الخالق حيوان الزرافه يا مس، حيوان جميل بتحب تطلع عليه، بنحب نطلع عليه ونتفرج عليه، ما اجمله هذا الحيوان، كيف رقبته الطويله. وسبحان الله الخالق عن جد حيوان جميل. The giraffes are beautiful. Beautiful حلوين، حلو جميل صح. طيب خليكم معي بالتدرج هذا شوي شوي، خلينا نشوف this email. اوكي خلينا نشوف كيف احنا ان شاء الله رح نتمكن من كتابته. سو احنا اتفقنا انه this is an email from Sue صح. Sue اللي كتبته to Amy. excellent. طبعا هي رح تكتب اسمها بالاخير، ضلكم مذكرين Sue، شطورين. هلا بحكي لي السبجكت، هو كاتبه عني beautiful animals، حيوانات جميله. نتذكر ايميل سام ونصير هيك نتعلم. طبعا عرفنا احنا بنسلم بالاول هاي ايمي، هاي ايمي. اوكي يسترداي امبارح وي وير، يعني بتحكي عن حالها وعن اخوها صح. وي يعني انا واخوي بن. وي وير ات ذا انيمال بارك فول ستوب. شو عرفنا انه at the animal park؟ هيو مس هو اصلا ساعدني بالاكسرسايز، حكالي انه at the animal park صح؟ والله تنتبهوا على الكتابة الواضحة والجميلة، وبين مسافة، اعطيني مسافة space between each two words، between بين كل كلمتين، والله يرضى عليكم، بديش حروف هيك ترصع بعض. طيب هلا نشوف، بدنا نبلش الصورة الأولى. طبعا شو كنا نحكي عن الصور، هلا بدنا نصير نكتب There were monkeys. نرجع احنا حكينا yesterday، yesterday معناها مبارح، يعني in the past. In the past يعني في الماضي. بدي استخدم الزؤار؟ لا يا مس، بدي استخدم اشي ثاني. هلا ان شاء الله هيك خليه مألوف لنا، اللي هو was and were. was للمفرد الماضي، were للجمع الماضي. اوكي خلينا نشوف كيف استخداماتهم خلال الكتابة. yesterday We were at the animal park. عدت من الأول بس مشان نشوف كيف. إنه we were. There were monkeys. صح. There were يوجد هناك، كان were لأنه بالماضي، monkeys. Full stop. نذكر إنه the first letter must be capitalized. لازم يكون capital letter. And it must end or this sentence must end with a full stop. تمام. نذكر أول حرف capital وبنتهي بfull stop. نقطة. أسع جملة جديدة، أول حرف كابيتال بنتهي فول ستوب نقطة، وهكذا. أوكي يا مس. طيب هلا رح نعطيهم صفة نحكي عنهم، they were funny، نستعين بالصفات الأدجكتيفز اللي كتبوها، وهنا إحنا شرحناهم واستمتعنا فيهم. they were funny فول ستوب. طيب نروح على الكروكودايل. شو ما ممكن نحكي أشياء كثيرة يا مس، طلعوا شو أنا كنت أحكي لكم بالصور. the crocodile was next to the pond، كان بجانب الباند، ممكن تحكي هيك. its teeth were big، أسنانه كانت كبيرة، ممكن تحكي عن جسمه. its body was huge، ممكن تحكي عن legs. its legs were big، اللي بدك إياه يا مس صح. طيب هلا طبعا هي لأنها سو بتحكي عن حالها، فبتحكي I was scared، أنا كنت خايفة. تمام هلا نروح على الصورة الثالثة. There طبعا تذكر فول ستوب، أول حرف لازم يكون capital letter. There were giraffes فول ستوب. There were giraffes، شو مالهم؟ They were beautiful، وكانوا حلوين صح يا مس. بعدين بنعمل شوي closing، جملة هيك بالنهاية بالختام. see you soon، إن شاء الله بشوفك قريبا. soon معناها قريبا، ممكن تكتب طمني عنك، ممكن بتمنى لك يوم سعيد، بتمنى أشوفك عن قريب. see you soon، بتمنى أشوفك عن قريب. واسم اللي كتب الإيميل هو سو. أوكي يا حلوين، هيك بكون إن شاء الله أنهيت معكم كيف كتابة الإيميل. أوكي بتمنى تكونوا فهمتوا علي والأمور واضحة لكم، الله يسعدكم. هلأ بنهاية الفيديو إن شاء الله بتفتحوا open your workbook on this page 89 and please do it، ما تراكموا إشي على حالكم أبدا. أوكي الله يرضى عليكم دايما، أنا كثير أنا طبعا بحبكم، ودايما بستودعكم عند الله خير الحافظين. I love you very 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 much. الله يسعدكم. Goodbye. الله يرضى عليكم. Goodbye. I love you.